من سنة ونص طال عمرك كنت وجهتنا أنه نبدأ في موضوع إنشاء مكتبة خاص بالهيئة الملكية. الأخوان والزملاء في إدارة قطاع الكليات بدوا أول خطوة، وكان في عمل كامل بيننا وبينهم وبين الأخوان في الفنية. صار في اجتماعات كثيرة والحمد لله وصلنا لليوم اللي نخلص كل الإكيوبمنت اللي المفروض تكون في المكتبة. اليوم الزملاء الأخ المهندس هاني الغويضة والمهندس محمد والمهندس محمد إسحاق أعطوا فكرة كاملة على المكتبة. المكتبة مكتمل كامل طال عمرك، العقد الحمد لله توقع واعتمد، وان شاء الله يمكن نوتس فوارد راحت له اليوم ونبدا من الاسبوع الجاي نبدا من البلايستيشن. تفضل. حياكم الله دكتور. طبعا بتوجيهاتكم الحمد لله تم التعاون بيننا وبين الكليات الجامعيه، هم طبعا اخذوا عمليه الاوردرنج للكودمنتس كلها جزاهم الله خير، وتبردت على مراحل، طبعا على مراحل مختلفه، وبدينا بعد كده احنا معاهم في التشغيل والصيانه. اخواننا في المباني الله يجزيهم الخير وفي النظافه معانا وفي التشغيل والاتصالات وبدينا كلنا نشتغل تيم واحد الحمد لله، وعملنا الديزاين از بير الستاندردز. هنا عندنا الاسفلت لاب والسويل لاب والار سي اوفيسز موجوده طبعا بعدين، وبعدها في الكونكريت لابس، هنا في الكيورينجز برضو جهزناها الروم، وهنا الكونكريت لاب. طبعا احنا عندنا الحمد لله توقع العقد وجزاكم الله خير، والان احنا طبعا هيجي العقد، وفي عندنا نقطه رئيسيه مهمه اللي هي الابلكيشن ساسو عشان نبدا نكون معتمدين رسميا في الداخل، وبعدين ان شاء الله حناخذ الابلكيشن العالمي حنكون معتمدين على مستوى عالمي حتى في التحكيم. طبعا الاكريتيشن مطلوب منه انه يكون عندنا عدد من السامبلز وعدد من الاختبارات دوكيومنتد. نتفاوض مع المهندس علي انه المقاول عندهم لما يرسل السحر يرسلنا في نفس الوقت، احنا ناخذ سامبل لنا احنا بدون كوست ونشوف يعني تستحق بعدين نزوده في من وصلنا لنا علاقه اساس ومره وكيلها قريب مع هذا المقطع. وفي اتفاقيه بيننا وبينهم كيف الانتاج الكونكشن حقنا. تواصلوا مع الدكتور ناصر بجرة امس كان عندي، وعلى اساس جو زارونا وحيجوا يزورونا ثاني مع هذا المقطع وشوفوا ايش الريكوايرمنت ويصير حققوها. احيانا لا علاقه بكميه معينه من السامبلز، لا علاقه بالاكوبمنت اللي انت جايبها الستاندرد حقتها. ماني شايل همكم على السيفتي والشغلات دي، كان عندنا مشكله هناك. هنا ما تصور انه عندنا مشكله لا في السبرينكلرز ولا في الامن الصناعي. عمل سكانين كامل وعمل ريبورت وخلص اشياء وعملت له الملاحظات، لانه طبعا من الحاجات لما نجي نقول لكم اكريديتيشن انظروا للمواضيع حقت السيفتي. بنروح نشوف اللائحه كلها كانت وعمرك والتعليمات قبل ما حتى نتواصل. لكن علاقتنا جدا جيده مع الدكتور ناصر ايش اسمه القصبي، ناصر القصبي، الدكتور القصبي مع الدكتور هو رئيسه. بس جيد، خلينا تعرف لما تاخذ الاكريديتيشن حتى الكوست حق التست يختلف. زي ما الان في المستشفى عندنا من يوم ما اخذنا الاكريديتيشن هنا تعرف بدل ما كنا رامكو خلاص بلاش ما عندنا. انا اول ثلاث شهور نحتاج سامبلز تقريبا اول، وبعدين يقول لهم نتفاهم بعدين. العقود الجديده برضه اضاف فيها ارتكل انه لابد انه يكون عقود الانشاءات لابد يعمل الاختبارات. خلال 6 شهور عندنا تارجت طال عمرك، لازم نخلص الابلكيشن باي طريقه، نشوف الاشياء النواقص نكملها ونشتغل عليها. طبعا عندنا من المرجع نعتمد على اي مكتب طبعا احنا ما نسينا ان الاجهزه البنيه حاولنا نحققها الشيء الجيد تقريبا في جنبه، لكن يعتمد على المشغل هل لها ديسك تعمل لها كاليبريشن، اذا كانت صالحه حنبتديها، ما هي صالحه ممكن نستبدلها. وربما اذا تعمل لها كاليبريشن جيد تشتغل ان شاء الله. طبعا هنا الاستابيليتي تيستر حقت مارشال هذا الجهاز هذا جديد من كل الاجهزه الجديده. طبعا هذه يمكن اللي لاحظت ولا اي احد نختبر لها الكومبريسيف. طبعا هذا الجهاز جدا مهم دكتور طال عمرك، هذه بيطلع لي البرسنتج حقت البيتوبين. اليوم انا لما بجيب لي خمسه من الاراضي لازم اتاكد ان نسبه البيتوبين مع الاجريجيت هذه بتواجه كثير من الطلاب، يقول لك والله البيتوبين زايد، انا والله مو ذنبي جاي من ارامكو. هو صحيح يكون جاي من ارامكو ولا هو اللي بيخلط هذا هنا هذا الحكم. هنا عندنا الجهاز
هذا الاتحاد عندنا الجهاز الكتر مشين طبعا احنا ما شغلنا الثانية بالقاول اول شيء حنشغل نعملها كاليبريشن بعد كده نبدا ان شاء الله ناخذ العينات هو نفس المقاول اللي بنشتري منه هو حيعمل الكاليبريشن بس منتظر الفنيين يجوا عشان معاه يصير الكاليبريشن وما اخذ الشهاده عندي شهاده من ملساس وكمان من ملساس كاليبريتد وان يير بدي كمان هذه كلها جديدة. كله جديد. والسويل لا كل ما شاء الله. السويل ما كان فيه أجهزة السويل. طبعا عندنا الأجهزة اللي في نسبة الكلي اللي موجودة في التربة. التربة كده تحتاج شغلة زي دي. ولا لا ما تحتاج. لا تستاهل. بحاول نشرجهم بس ما نجح هاي طال عمرك عندنا جهازين من هال المويستر هذا البنتريشي اللي فيها نفس عملية الاختراق طبعا درجة الاختراق ترى تكون درجة معينة التربة هاي طبعا مقررة عندنا برضو السيس على التربة عندنا الأفران طبعا هي كونكتد سمها ولا لا حط السامبل هذه التربه عندنا اول ما نعمل الهوز والهمر بندخل البار بالسكنه طبعا تختلف لو قلنا عندنا الصبيب ما حنقبل قبل من 100% لازم يكون الكومباشن الباكفيل المديره طبعا 95% تقبل 95 الباكفيل في مدينة لازم تضع في طبقة سطحية وطبقة معينة قبل ما تعمل لها تسخين لأن لازم يكون اللود موزع بشكل منتظم على